جولتنا الصحفية مشاهدينا لهذا اليوم خصصناها للأخبار الرياضية، والبداية من صحيفة النهار اللبنانية التي نطالع منها مواجهة الشباب بين دورتموند وموناكو دفاعها هش. جاء في تفاصيل الخبر: يستضيف نادي بروسيا دورتموند الألماني موناكو الفرنسي على ملعب سينيال إيدونا بارك في ذهاب الدور ربع نهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في مواجهة بين فريقين يعتمدان على الأوجه الشابة والوجوه الشابة والكرة الهجومية. وبالرغم من القوة الهجومية الهائلة، يواجه بروسيا دورتموند وموناكو ذات المخاوف في ظل المعاناة من مشكلات دفاعية خاصة في الأسابيع الأخيرة. واخترنا لكم مشاهدينا من صحيفة الحياة: إبراهيموفيتش يستخدم ذكاءه مع تقدمه في العمر نظرا لعدم قدرته على الركض كما كان يفعل قبل 5 سنوات. قال زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر سيتي يونايتد الإنجليزي إنه بات لاعبا أكثر ذكاء مع تقدمه في العمر، وتعكس إحصاءات اللاعب أنه ربما يعتمد على ذكائه أكثر من قوته العضلية داخل الملعب. إلى صحيفة الغد الأردنية مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها: منتخب الكرة يعتذر عن لقاء منتخب إيران وديا. اعتذر اتحاد كرة القدم الأردني عن عدم قبول الدعوة المقدمة من نظيره الإيراني لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين أواخر الشهر المقبل في طهران ضمن استعدادات الجانبين للاستحقاقات الآسيوية المقبلة. وختام جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية: ويوفنتوس وبرشلونة ثأر ونار. يسعى يوفنتوس الإيطالي إلى الثأر من برشلونة الإسباني عندما يستضيفه في ذهاب الدور ربع نهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في عادة لنهائي المسابقة ذاتها لعام 2015.